السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جريدة أخبارنا المغربية، يحصل لنا شرف مرة أخرى أن نلتقي بهذا الوجه البشوش الرائع جدا، أسطورة من أساطير أم الألعاب، ألعاب القوى، غني عن تعريف. يعني يعد هذا البطل الفد الكبير الذي أعطى الكثير والكثير للرياضة الوطنية المغربية، سي سعيد عويطة. سي سعيد عويطة، أهلا وسهلا بك معنا هنا بالعاصمة بروكسل. أهلا وسهلا عبد الخالق. سي سعيد، غادي ندخل معك مباشرة حتى لا نطول عليك، ندخل معك في قضية ألعاب القوى المغربية. يعني منذ الذهاب ديالكم، منذ الذهاب الجيل ديالك، الجيل ديال السي سعيد عويطة وابراهيم بوطيب ومحمد السنقار الله يرحمه، وهذيك المجموعه هذيك، جات المجموعه ديال هشام قرو، صالح يسو، خالد بولامين، زهاب دوين لاخره. اليوم العاب القوى في المغرب ماتت، ما هو السبب سي سعيد؟ الكلمه ديال ماتت شويه قويه، لا فلا أظن بأن ألعاب القوى في الوقت الحاضر ماتت، ولكن تعاني شيئا ما كما يعاني جميع كما تعاني ألعاب القوى في العالم بأسره. فألعاب القوى بالعكس الحالية فيها عدة أبطال قويين بزاف في فئة الصغار، الناشئين والشباب. فصحيح في الكبار اللي عندنا تقريبا ثلاث اسماء، ولكن ثلاث اسماء الحمد لله ثلاث اسماء قويه جدا نراهن عليها، المغرب كله يراهن عليها في بطوله العالم هذه السنه اللي غتكون بالدوحه بقطر، والالعاب الاولمبيه السنه المقبله. فقصحتي شويه ما قلت بان العاب القوه ماتت، هي لم تموت، بالعكس انا قلت ماتت السي سعيد، لانك انت تبارك الله عليك جبت لنا الذهب، هشام قرو جاب لنا الذهب، اخر ميداليتين ذهبيتين في الاولمبيه ديال اثينا، منذ ذلك الوقت ما شفنا الذهب عليها، قلنا بان ماتت. السي سعيد، يعني لمن يرجع هذا الفشل؟ لأن خصنا نتكلموا بواقعية وبشفافية، من هو وراء هذا الفشل في ألعاب القوى اللي كانت كتعطي في الوقت ديالكم؟ كنتوا كتجيبوا الميداليات، ما كانش الفلوس، اليوم كاين الفلوس وما كاينش الميداليات، شنو هو السبب؟ سي عبد الخالق، استعملتي جوج كلمات، كلمة ماتت والفشل. أنا ما شفتش أي موت وما شفتش أي فشل بكل صراحة. فبالعكس ألعاب القوى ديال الآن مزيانة، النتائج كلها مزيانة. احنا شفنا مؤخرا نتائج ديال الرباب، نتائج ديال سفيان البقالي، إيكيدير إن شاء الله توا غادي يبدا يشارك، احنا غنشوفوا النتائج. فلا أظن بأن هناك فشل، بالعكس إذا كان الناس كيعتبروا بأن الجامعة الملكية لألعاب القوى بهذه الإنجازات اللي عملت، هي البنية التحتية لعدة مضمارات كانت تقريبا في كل مدينة، كان مضمار أو جوج إلا مدينة طنجة ما فيهاش مضمار. السي سعيد، المراكز ديال التكوين كاين تقريبا في كل مدينة، العدائين ولاو كثار، الأندية ولات كتاخذ الفلوس بكثرة من عند الجامعة، كتعطيهم حتى الحافلات للنقل باش ينقلوا العدائين والعداءات. فأنا ما شفت في أي فشل من السي عبد الخالق، بالعكس ممكن نقولوا بأن نجاح ألعاب القوى في الوقت الحاضر نعم، لأن هناك وجود
ناس يعملون بجدية لكي تكون ألعاب القوى في المستقبل أفضل، ولكن لا نقول لم تموت ولم تفشل في الوقت الحاضر. فصحيح هناك مشكل صغير 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 في الميداليات وكذا، هذه مرحلة غتقول لي لهذه المرحلة راه من 2007 ل 2008 مرة أخرى، وأنا عرفتك على ما كتدق على الجامعة الحالية برئيسها وهكذا، ولكن لا أنا والله ما كندق حتى شي واحد، ولكن لما نتكلموا احنا في بلجيكا كنعرفوا ألعاب القوى البلجيكية يعني مقارنة مع ألعاب القوى المغربية ما كناش مقارنة، المغرب قوي قوي جدا في هذا الميدان مقارنة مع اسبانيا كذلك، نشوفوا اللي كيسير العاب القوى في اسبانيا هما اهل الميدان، في المغرب ما عندناش اهل الميدان اللي كيسيروا الميدان، هذا هو المشكل سي سعيد. هذا موضوع اخر، هذا موضوع اخر، ولكن كيرجع للمسؤولين، المسؤولين ليس المسؤولين الجامعه، المسؤولين الجامعه هما جاو. فاذا بغينا نتكلموا خصنا نشوفوا شكون اللي جاب هاد الناس ولا شكون اللي قال هاد الناس، خصنا بزاف الاشياء، ولكن اللي ممكن اقول صحيح هناك فيه شويه نقص في 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 كل ما هو فني، وانا طالبت مؤخرا في عده حديث ديالي مع بعض الصحفيين، قلت لهم احنا العاب القوى ممتازه جدا، ولكن باش تكون افضل بكثير كيخصنا لابد تكون اداره فنيه مستقله معينة من طرف صاحب الجلالة الله ينصره، أو من طرف وزير الشباب والرياضة، وتكون هذه الإدارة الفنية مسؤولة على برامجها، مسؤولة على ميزانيتها، وتحاسب في الأخير على نتائجها. فإذا كان هكذا ممكن نقول ألعاب القوى ستكون ممتازة مثل ألعاب القوى اللي كنشوفوا في بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية. فإحنا لازلنا نعيش في ألعاب القوى للإدارة الفنية متعلقة أو معينة من طرف الجامعة الإدارية. فأحيانا عندما تكون ولو يكون رئيس ممتاز وكانوا الأعضاء غير ممتازين، فأنت تعرف بأن القرار ما كيرجعش لشخص واحد، كيرجع الرئيس والأعضاء. فإذا قرروا أن يكون مدير فني في غير مستوى، بطبيعة الحال ستكون إدارة فنية في غير مستوى. فهذا هو المشكل اللي ممكن أن نناقش فيه، ولكن نقول بأن فشل في ألعاب القوى هذا هنا خط أحمر، مستحيل نقول هذا، لأن بالعكس عندنا أفضل جامعة في العالم تقريبا، لا من ناحية الميزانية لا من ناحية البنية التحتية جميع النواحي. قلنا بأن البنية التحتية تكلمت عليها، تبارك الله على المغرب ديالنا، نتمنوا له إن شاء الله التوفيق والنجاح. قلنا بأن منطقة الشمال، جهة الشمال، طنجة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، الشاون، عندهم ملعب واحد في مرتيل، يعني كيف يمكن أن نصنع بطل من هاد المنطقة هذه وما كايناش الملاعب؟ فأنا قلت لك كاين ملعب في طنجة، الملعب الكبير، فكاين هناك ملعب في مرتيل، وعلى ما يبدو هناك ملاعب أخرى. فشنو كاين ملاعب أخرى صحيح ماشي ديال الطرطون، ولكن إلا رجعنا لوقتنا كنا دربنا في ملاعب ما فيهاش الطرطون. فصحيح الان تقول لي لا اختلفت الامر، حنا كنعيش الان في القرن 21 لابد يكون طرطون، صحيح جدا، ولكن على ما يبدو بان في برنامج الجامعه هناك عده مشاريع للشمال، تقريبا كل مدينه صغيره او كبيره غيكون فيها تكون فيها حلبه او حلبتين ديال بالطرطون. ف وغيكونوا على ما سمعت حتى سيكون هناك عده مراكز للتكوين. فهذه الاشياء اللي خصنا نتكلموا عليها، ما نتكلموش بالعاب القوى ماتت وفشلت وهكذا. لا قدروا نستقبلوا يعني التعازي الحاره، لان العاب القوى ماتت كليا في المغرب سي سعيد، لان في الوقت ديالك تبارك الله عليك فرحتينا، والله يفرحك في هذه الايام وفي الحياه ديالك، لانك فرحتي جميع المغاربه والمغاربه بالدليل والبرهان هنا في بروكسل، كلهم يتصوروا معاك، كلهم يحبوك، كلهم يبغيوك.
حنا هادشي اللي بغينا في بلادنا، نشوفوا هاد الابطال طالعين حتى هما يكونوا بحال سي سعد عويطه، بحال الابطال الاخرين هشام قروج الى اخره. ف متى سنصنع سعد عويطه اخر؟ انا شي بطل يعني اسطوري مثل سي سعد عويطه. نعم، انا على ما فهمت منك، هو الان على ما فهمت من كلمه ماتت وفشلت بمعنى تعني على الجامعه، لان الجامعه فيها شيئين، فيها جوج ديال الادارات، الاداره الفنيه والاداره التي تدبر وتسير التقنيه. نعم نعم، وتسير لا الاداره اللي فيها الرئيس وفيها كذا. خصنا نعملوا الفرق. اول شيء، من يصنع الابطال؟ هل الاداره التقنيه او الاداره المسؤوله على المسؤوله على التصور والرؤيه للجامعه لألعاب القوى؟ فهنا لابد نقول بان المشكل كاين هناك في الاداره التقنيه، لان الاداره التقنيه كما قلت ممكن ما عندهاش حريه العمل، لان هي تابعه للاداره التي تسير وتدبر. فقلت في السابق، اذا كانت هناك اداره تقنيه حره مستقله بميزانيتها وستحاسب على عملها، انذاك ممكن ان تعمل عمل لكي تصنع ابطال مثل سعد عويطه وخالد السكاح وابراهيم بوطياب وهشام ورشد بصير والحلفي وعده ابطال اللي جابوا الميداليات. في الوقت الحاضر لا اظن، لان الاداره التقنيه غير قادره، ماشي غير حتى الان، راه حتى من قبل، لان من قبل مثلا في العهد الذهبي اللي كيقولوا ديال الثمانينات، صحيح كانت اداره التقنية كانت مستقلة، ولو كانت هناك تابعة للجامعة، ولكن المدير التقني كان يعمل ما يريده من ألف إلى ياء. سي سعد، أنت تبارك الله عليك خديتي إدارة التقنية مرتين، النوبة الأولى والثانية، يعني شكون اللي خلاك ما تكملش المسار ديالك في الاداره التقنيه؟ وانت تبارك الله عليك يعني اسطوره تقني كبير جدا، يعني مشهود عليك ومعروف عليك. هي اللي كنقول، هي حريه في العمل. عندما كتكون انت تكون اداره غير مستقله تابعه لاداره اخرى، وهذيك الاداره هي اللي احيانا تاخذ قرارات غير مناسبة مع الإدارة التقنية، كاين اللي كيقبلها. أنا ما قبلتهاش، فلهذا أقول إذا أردنا أن ننجح خصنا لابد تكون الإدارة التقنية تكون إدارة مستقلة وحرة بكل ما بمعنى الكلمة. بمعنى الكلمة كيقول سي سعيد عويطة الأسطورة الكبير، اللي صراحة كنتذكر ديك الايام الجميله ديال سي سعيد. ردوك شويه اللورة سي سعيد، الارقام القياسيه اللي حققتيها، يعني الكل كيتذكرها، خاصه هنا في بروكسل كنتي قريب للرقم القياسي ديال 2000 متر، ربما كتذكر 4:51:38، وانت درتي 4:51:98. صحيح انا عندي ذكريات رائعه جدا هنا في 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 بروكسل في بلجيكا، فتقريبا ليس فقط الرقم ديال 2000 متر هو اللي كنت قريب منه، حتى الرقم ديال 3000 متر كنت قريب منه، غير كنت غير محظوظ، ما حطمتش رقم قياسي عالمي هنا. ممكن حتى كان الوقت اللي كان كيجي فيه ملتقى بروكسل كان دائما تكون في ليس في الوقت اللي انا تنكون مستعيد لتحكم ارقام قياسيه، كيكون في اخر نهايه ديال السباقات. نعم، عندك ارقام قياسيه من قبل او كنعملها من بعد. ف هو ليس هناك فقط بروكسل، بل هناك ملتقيات كبيره مثل بروكسل. نعم، عجبتناك لانك انت موجود هنا في بروكسل وجبتنا في هاد نعم اللي كنت قريب منها هكاك، ولو ملتقيات كبيره جدا، فكيبقى دائما
منتخب مشينا للالعاب الاولمبيه سي سعيد، هو الالعاب الاولمبيه ديال لندن 2012، ميداليه يتيمه ديال ايكيدير. ولكن اللي عجبني في الالعاب الاولمبيه هو ديك الانفاق بالاسماء ديال الوازنه بالاساطير، من بين هاد الاسماء اللي حتى سيباستيان كو هو الزميل ديالك وانت ربحتي في السباقات، ذكرك ودار لك اسم في النفق ديال لندن، يعني النفق سميتو سعيد عويطه، وكاين نفق اخر كذلك باسم هشام القروش. هاد الناس هادو كيذكروا كيفكروا في الابطال وكيعطيوهم يعني قيمه وكيعطيوهم شان، العكس عندنا في البلاد. يعني واش المسؤولين في المغرب عاطين شي قيمه للسي سعيد عويطه اللي صراحه خصو يكون هو على راس هاد الالعاب، ام الالعاب، الالعاب القوى. ف انا كنت صراحه سأبتعد من هذا الكلام لانه داخل فيه شويه السياسه، ولكن اللي بغيت نقول لك بانه هو وليس سيباستيان كو وحده، لان هناك لجنة نعم. كانت منظمه العاب اولمبيه فكرت في بعض المشاهير وعملت لهم اشياء اللي كي تذكر اسمائهم في هذيك الوقت ديال الالعاب الاولمبيه. فيشكرون، احنا كنعرفوا بان الانجليزيين والبريطانيين معروفين بالرياضه لانهم قويين قويين جدا في الرياضه، فيشكرون على هذا الشيء. شيء واحد نقول لك للمعلومه، انا ولا مره واحده شاركت مع سيباستيان كو، انا ما شاركت مع سيباستيان كو، دائما كنت فارقو في كيجيو السباقات كنت فارقو، صحيح هو صديقي وهكذا، ولكن كنا دائما كنت فارقو، ولا مره واحده شاركت انا وهو. شاركت مع ستيف كراونز وستيف اوفيد البريطانيين الاخرين، ولكن هو نعم. لا، فكثير الناس كيخلطوا ما بين ستيف كراون وسيباستيان كو، ولكن سيباستيان كو لم اشارك، ما كنتش محظوظ، هو كذلك ما كانش محظوظ باش نشاركوا هكذا. كانوا تيقولوا اليوم اللي غادي يشاركوا باثنين ممكن يكون رقم قياسي قوي جدا، سواء في 1500 او 800، ولكن ما شاركناش. ف سؤالك الاخر على المغرب او سعيد عويطه، نعم انا عندي مكانتي في المغرب، فالحمد لله عندي اصدقائي، عندي الناس اللي سواء كانوا سياسيين او غير سياسيين. الناس كتحب سعيد عويطه لانه كيشوفوه كمثل او قدوه لالعاب القوه وللشباب في الرياضه، فهذا شيء رائع جدا. هذا الشيء كيكفيني، انا هذا الشيء كيكفيني قدوه. وانت تبارك الله عليك، انت هو اللي خلقت هذوك الابطال اللي جاو موراك، يعني لولا سي سعد عويطه ما كنا نشوفوا هشام قروج ولا صلاح السو ولا هذه المجموعه كلها. شوف سعد الخالق، هذا من واجبي باش تعلمت واحد المهنه اللي عطات نتائج، عطات صوره على المغرب رياضيا رائعه جدا في الخارج، خص لابد يكون الخلف. فالخلف لما خليتيش كل الاشياء السريه في التدريب ما كناش نشوفوا هاد الابطال كلهم. فالحمد لله، انا فخور بكل المغاربه اللي جاوا بعدي وعملوا انجازات كذلك، لانهم كذلك عطوا صوره على المغرب رائعه جدا. فهناك اجيال جات موراهم كذلك عطات، كاين اللي جابت ميداليات كاين اللي ما جابتش، ولكن كيعطيو صوره للمغرب على خارج المغرب بصوره رائعه جدا. وان شاء الله المستقبل غادي يكون افضل، لانه عندنا الان تعرف المغرب كله مواهب، لان موقعنا الجغرافي والبنيه الجسمانيه ديالنا كتساعدنا باش نكونوا قويين في العاب القوى. هناك جاي جيل اخر قوي جدا، فنتمنى الخير. هذا الشيء اللي بغيت نقول، لان كل بطل جا ستحسن صورة المغرب أفضل. جميل جدا سي سعيد، المدرسة ديال سعيد عويطه اللي تحولت ولات مدرسة وطنية. ربما اليوم سي سعيد كيهيئ الأكاديمية ديال سعيد عويطه في المغرب، في المدن المغربية، هذا شيء جميل. ما تفكرش تعمل شي أكاديمية الجالية ديالنا هنا في بروكسل؟ أول شيء أن الجالية ولات بروكسل من المدن المغربية الكبرى. أقول لي
انا كنعتبر بروكسل كمدينه اضافيه او مدينه اخرى مغربيه خارج المغرب. ف غادي نحاول، انا كنحاول نشوف مع عده اطر وعده ناس اللي عندهم علاقه بالرياضه سواء المغاربه او بلجيكيين ان شاء الله، باش نحاولوا نعملوا شي حاجه جميعا. ف ان شاء الله كاين 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 تصور، ولكن مازال ما بديناش في المشروع. وخاصه الجامعه البلجيكيه للالعاب القوى، يعني سي سعد عويطة ولا الابطال الاخرين المغاربه معروفين عندهم، يعني لما حنا شفنا في الميتينغ ديال البارح تبارك الله عليك الكل كيسلم عليك البلجيكيين، يعني مجرد انهم سمعوا سعد عويطة فينا هو فينا هو كلهم باغيين يتصوروا معاه. مع يعني الجامعه البلجيكيه كيعترفوا بسي سعد وبالابطال المغاربه، يعني هذا فكره حسنه يتقام هنا وتكون عندك يعني الاكاديمي باسم سي سعيد عويطه. كتقول كيعترفوا بسعيد عويطه، شنو المغاربه ما كيعترفوش الجامعه المغربيه ما كتعترفش بسعيد عويطه؟ لا هما كي ماشي يعني ما كيعترفوش، ولكن كيقدروا كثير، يعطيوك واحد السمعه يعني ما تصور. ما كرهوش تكون انت هو المدرب ديالهم هنا في المنتخب البلجيكي. لا لا غادي يكون معك واقعي. سي عبد الخالق، انا في الوقت الحاضر عامل بعض المشاريع، كنتمنى على الله تكمل بطريقه كيف كنشوفها كيف كنصورها في المغرب. صحيح انا كنخدم باش يكونوا اكاديميات في كل المدن المغربيه، هذه الاكاديميات سيكون هدفها هو اكتشاف المواهب من المدارس اللي غيدخلوا الاكاديميات الا التلاميذ للطلبه اللي كيقراو اقل من 18 سنه، بمعنى اخر من الابتدائي واعدادي والثانوي. فمن بعد هادو كلهم نتمنى لهم كلهم يلتحقوا بالجامعه وبالمراكز ديال الجامعه. ف انا بهذا المشروع اريد اطور العاب القوى الاساس، لانه هو الشيء المهم، لان احنا كيما جينا احنا جينا من المدارس وطورنا في المدارس، فلهذا كنا قويين عندما وصلنا لواحد السن واخذت تكلفت بنا الجامعه او الوزاره انذاك. فهذا الشيء هو اللي بغيت انا الا بطريقه حديثه حبينا نعملوها. ف كنتمنى هذا المشروع لانه سيكون مشروع ممتاز ومميز للمغرب، حتى تكون هناك العاب قوى بصوره اخرى، ماشي تكون يكون تطوير هاد اللاعبين الصغار او تكون تطويرهم او تطوير الاساس لهم بطريقه عشوائيه. هذا هو اللي من الاعداء كيوصل لواحد السن واخا تعيا ما تخدم معاه ما كيعطيش النتيجه. فمن ما كيعطيش النتيجه وتيكون ضيع وقت بزاف، انا ذا كيتجه الى اشياء اخرى لكي يغش ليه يكون بطل، لان كان حلمه في الصغر يكون بطل، ولكن الاساس ما كانش عنده ممتاز. فلهذا كما قلت كي نحرفوا كي تغيروا، فلهذا احنا بغينا نصحوا نطوروا هاد القاعده او هاد الاطفال الصغار حتى من يوصلوا لواحد السن ديال 18 سنه 19 سنه يكونوا قادرين على العمل القوي باش يوصلوا العالميه ان شاء الله. وهذا المشروع ديال السي سعد عويطه في المغرب نتمنوا له ان شاء الله التوفيق والنجاح. واش عندك غادي يكون تنسيق مع الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى؟ بطبيعه الحال نحن نعمل والجامعه تعرف هذا العمل، وزاره الشباب والرياضه، السلطات المحليه، المدارس المحليه، نتعامل مع الكل. ف يد وحده ما كتصفقش، لابد كل المؤسسات سواء الحكوميه او الرياضيه او هكذا لابد ان تتضاف الجهود. نعم، ونحن نتعامل معهم حتى يكون هذا المشروع ناجح 100%. سي سعيد باش نختم معك، الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى منذ تعيين الرئيس السيد عبد السلام حيزون 2003 الى يومنا هذا 2007 نعم 2007 وليس 2003 نعم 13 سنة على رأس الجامعة. سي عبد السلام كتشوفوا الرجل المناسب في المكان المناسب سي سعيد؟ أنت لا تراه، أنا تراه رجل مناسب أم لا؟ الرجل أنا لا أرى رجل أفضل من سي عبد السلام حيزون في ألعاب القوة في الوقت الحاضر،
بغاها ما بغاها وكرهها ما كرهها، تنقول اللي كنشوف بعيني. فإضافة داك الشيء سي عبد السلام حيزون ما كيدعمش كألعاب القوى، كيدعم كرة القدم، جميع الرياضات الأخرى كيدعمها بالأموال ديال الاتصالات. فلهذا ما خصناش نكونوا نحن كذلك الناس كنشوفوا فقط كنشوفوها من ناحية أخرى، من ناحية النتائج لا ما تحطمش رقم قياسي عالمي، ما جبناش ميدالية ذهبية. هناك أشياء فنية ليس لها علاقة بالإدارة التي تسير وتدبر. فهذا هو اللي بغيت نقول. فحيزون على كنشوفوا بأن هو الرجل المناسب للوقت الحاضر، وكنقول وكنكرر مرة أخرى، إذا ذهب عبد السلام حيزون من الجامعة ستكون فوضى كبرى، ولا أظن بأن ستعود ألعاب قوى كما كانت. نتقوا بك سي سعيد باش نختموا لهاك ونخلي وقت ترتاح. يعني عندك تاريخ كبير وكبير، تبارك الله عليك، يعني مرجعية كبيرة، ونحن كمغاربة نفتخر بهذا الرجل العظيم اللي هو أمامي. سي سعيد بديتي بكرة القدم مع المغرب الرياضي الفاسي، أليس ذلك؟ في أكاديميات المغرب الفاسي في السبعينات لعبت الميني والكادي تقريبا. من هو الفريق اللي كان كيبقى فيكم في يعني كيبقى فيكم في الحنجره كما نقولوا بالدارجه؟ كانوا فريقين، كان الفريق الاول كان فريق طنجه وفريق وجده، ولكن كان مولوديه وجده ونهضه طنجه. نعم فريق طنجه خصوصا كان عنده واحد اللاعب رائع جدا احمد الزبطي. أيه. الروفيو الله يرحمه مسكين. نعم. ياه نعم كان قوي خويا. واجهتي في كره القدم؟ نعم مرتين، مرة واحدة لأن المرة الأولى كنت مصاب، ولكن المرة الثانية كنت كان قوي جدا تبارك الله. قلتي توفى مسكين الله يرحمه. توفى مسكين الله يرحمه ويرحم جميع موتانا في هذا النهار هذا. يعني من هذو من الذكريات اللي بقاو لك سي سعيد في كرة القدم؟ نعم، والفريق المولودية الجديدة، كان الفريق المولودية الجديدة كان صعيب 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 كرويا والضرب وكل شيء، ولكن بالخصوص كرويا كانوا قويين، ولكن كنا حنا المغرب الفاسي كنا الافضل في الوقت ديالك. المغرب الفاسي كانت قويه وقويه جدا، كان احمد ليمان الله يرحمه، كان الحارس الهزاز احمد المسير الله يرحمه، كان عبد الله التازي، وكان خراق، وكان كل اللاعبين ديال المغرب الفاسي في الوقت ديالك كانوا كبارين وكانوا قويين وكانوا كيزودوا الفريق الوطني. نعم سي التازي يذكر بخير، الزهراوي، حميد الهزاز الله يرحمه، الجزار، هادو كلهم كانوا القدوه بالنسبه لينا حنا. كنا مازالين صغار. فالمغرب الفاسي كان قوي جدا. اتمنى من عند الله باش يعود المغرب الفاسي قوي كما كان في السابق، لان كره القدم او الدوري القسم الاول بدون مغرب الفاسي والله ما فيه فرجه. يعني بحال الطعام بلا ملح. بلا ملح. أكيد سي سعيد، شكون اللي خلاك تمشي من كرة القدم للألعاب القوى؟ صديق. ياك؟ صديقي، نعم صديقي. صديقي كان من فاس، هو اللي كان معجب بسير ألعاب القوى، اسمه العلوي سوسي عريس. فكان هو معجب بسير وكيحب كثير ألعاب القوى، هو اللي خداني على الطريق ديال ألعاب القوى، أما أنا كنت كرة القدم فقط. جميل جدا سي سعيد، اخر كلمه كنطلبك من هذا المنبر، منبر جريده اخبارنا المغربيه، الكلمه الاخيره للجمهور ديالنا. كنشكرك سي عبد الخالق على هذا الحديث الشيق معك، ولو قتلت وفشلت العاب القوى لم تموت ولم تفشل. ولكن انا دائما معجب بك لانك انسان عندك ما شاء الله عليك معلومات كثيرة جدا في الرياضة، و فلهذا فيما كنجي هنا لبلجيكا كنجي لبروكسل انت اول واحد كيتواصل معايا باش نتكلم معاه باش نعملوا بعد الحديث. فتبارك الله عليك انك انسان مهني رائع جدا، وكنشكر اخبارنا لانها موقع صحفي رائع جدا، وكذلك اشكر الاخوان كلهم. شكرا جزيلا سي سعيد هويطه، وكنتمنوا لك حياه سعيده ان شاء الله وطول العمر، ونشوفوك في اعلى مستوى في ميدان العاب القوى، لانك رجل ونعم الرجال. تحياتي.